كان لنا لقاء من أيام قليلة جدا مع دكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، وكان أطلق بالفعل جرس إنذار شديد. بكرر ترحيبي مرة أخرى بالدكتور عمرو حسن وأسأله رأيك إيه فيما سمعته اليوم من الرئيس السيسي من تحذير، خاصة حضرتك كنت برضو تفضلت وذكرت إن إحنا بنزيد يعني في أقل من سنة بنزيد مليون، لو أنا ما كنتش يعني نسيت في حوالي 9 شهور أو 10 شهور بنزيد بالمليون. مساء الخير، ازي اهلا بحضرتك. يمكن زي ما حضرتك قلت احنا يوم 31/7 كان بمناسبه اليوم القومي للسكان، كنا مع بعض وبنتكلم على خطوره الزياده السكانيه، وكنا ساعتها اتكلمنا ان احنا اخر مليون زدناها في حوالي 9 شهور و5 ايام، وحتى حكيت لحضرتك ساعتها ان السيد الرئيس كان قال تصريح واضح ان عشان المواطن في الشارع المصري يحس بحجم الانجازات اللي بتتم وبحجم التنميه الاقتصاديه لازم ان احنا في السنه بس نزيد 400,000، وشرفت حضرتك فانا بزيد كل 9 شهور مليون، وسياده الرئيس كان بيوصف ان احنا محتاجين في السنه كلها نزيد 400,000، فكنا بنقول ان احنا لسه محتاجين نشتغل اكتر على ملف الزياده السكانيه. يمكن النهارده الرئيس سياده الرئيس اتكلم بطريقه وافيه وشامله عن القضيه، ما اتكلمش بس على فكره العدد، هو اتكلم على العدد والخصائص السكانيه، يعني الطفل اللي مولود ده عنده سمنه، عنده تقزم، عنده انيميا، ويمكن الناس مش شايفه الربط ما بين تنظيم الاسره ومشاكل الاطفال. اقدر اقول لحضرتك ان الست اللي هتحمل وهتولد وهتحمل تاني على طول، ما هي الطفل اللي هي ولدته من شويه ده مش هتركز مع اكله، هتاكله اكل غني بالسعرات الحراريه، هيبقى عنده سمنه، هتاكله اي اكل ما فيهوش حديد فهيجيله انيميا، هتاكله اكل ما فيهوش بروتين وكالسيوم وفيتامين د فهيجيله تقزم، بينما الست اللي هتحمل وهتولد وهتاخد فترة مباعدة بين الحمل والثاني من 3 لـ5 سنين وتنظم الأسرة، هي دي اللي هتركز مع طفلها إن هي تنمي مداركه ومواهبه، فالطفل ده ذكاؤه يزيد حتى قدرات الأسرة ماديا، يقدروا إن هم يأكلوا الطفل كويس، يلبسوه كويس، يعلموه كويس، وبعد كده يفكروا في الثاني. فوائد للكل، فوائد للست وللأطفال وللراجل، وطبعا الفايدة الاقتصادية على البلد نفسها، يعني إن إحنا بنقول إن لازم يبقى في توازن ما بين حاجتين، معدل النمو الاقتصادي معدل النمو السكاني. الحمد لله الدوله المصريه بتحقق معدل نمو اقتصادي محترم، وده اللي فادنا في ازمه الكورونا، ويمكن انت من الاقتصاديات القليله جدا على مستوى العالم اللي حققت نمو حتى في عز جائحه الكورونا وفائض، بس عشان الناس تحس انت محتاج تتحكم اكتر في معدل النمو السكاني. يمكن الرئيس النهارده لمس كذا نقطه مهمه لما اتكلم عن الطفل ده ما هو روح، فيمكن حتى انا شايف ان دي بدايه لتغيير خطاب، محتاج تبقى خطاب ديني معاصر يشرح، لو انت بتقول لي ان الطفل بيجي برزقه نرد عليك ونقول لك الطفل ده روح ومسؤوليه هتتحاسب عليها يوم القيامه. مظبوط، ان انت محتاج خطاب ديني يوصل للناس ان طفلين متربين كويس ومتعلمين وصحتهم كويسه افيد وابرك لبلدهم ولدينهم ولعيلتهم من 3 أو 4 غير متعلمين او صحتهم ضعيفه. فيمكن النهارده حتى الرئيس اتكلم عن الاعلام ودور الاعلام، ان انت محتاج طول الوقت ان انت محتاج خطاب اعلامي بيناقش قضيه الزياده السكانيه، بيتكلم ان ازاي ده ينعكس على الطفل وصحه الطفل، وان هي الانسان رحله، ما انت لما تديني طفل صحته ضعيفه وعنده انيميا وتقزم وسمنه، ما ده لما هيبقى شاب هيبقى برضه عنده مشاكل صحيه، أكيد. ما يقدرش يخدم نفسه، ما يقدرش يخدم بلده، فنقول دايما ايه الرحله، ابتديت الرحله صح هتكمل صح، ابتديت الرحله وانت غلط هيبقى دايما عندنا مشاكل. أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان.